هو الديربي حيث يتوحد الصغار والكبار في حب الرجاء والوداد. هو الحدث الذي يتساوى فيه الغني والفقير في الوفاء لغريمين يصنعان الفرجة والمتعة في قلب دار بيضاء تنبض جدرانها وأحياؤها وشوارعها بحب وعشق مدرار للنسور الخضر والقلعة الحمراء. حب توارثته الأجيال التي تنتظر موعد الكلاسيكو البيضاوي على أحر من الجمر لتزين المدرجات بأجمل التفوات وتصنع الحدث الكروي في المملكة. من بين هؤلاء وفي أحد المقاعد كان يوسف. رحل كالعادة رفقة الأصدقاء من سيدي مومن إلى ملعب محمد الخامس، والغاية والهدف الوقوف خلف الرجاء في الديربي 11 بعد المئة ليعود النصر الأخضر لهوايته المفضلة حصد الألقاب. استمتع يوسف بأداء فريقه ورضي بالتعادل كنتيجة عادلة لحوار الأشقاء، وفي طريق العودة مفاجأة تنتظر الفتى البريء. ركب يوسف الحافلة التي حطمت شبابيكها من جماهير لم ترضى بنتيجة الديربي. حظ الفتى العاثر جعله على مقربة من نافذة فتحت لتستقبل الموت، حجر غادر أصاب رأسا بريئا لا ذنب لها سوى حب الرجاء ومساندته في السراء والضراء. نقل يوسف لمستشفى محمد الخامس، وهناك لم يجد الإمكانيات اللازمة لعلاجه، لينقل على وجه السرعة لمستشفى ابن سيناء. حالته الصحية المزرية استدعت إجراء عملية جراحية، ولكنها باءت بالفشل، وبعد 5 أيام على سرير الشفاء رحل يوسف لدار البقاء. شنقول لك، انا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم هاد الناس كاملين، كاع اللي كيديروا هاد الشغب وكيديروا هاد الشيء، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. هنا بزاف الشباب كيمشيو ضحيه، واول ضحيه منهم وماشي اخر ضحيه هو ولدي، ومازال باقي بزاف وكثار، حيت تضرب هو وتضرب حل الولد معاه حتى هويا. فقد النطق في ديك الساعه، غير حبه رمل قلقلت حبه رمل مشات لي في المخ ديالو ديال الدم، وبقد فيه الصوت. اما ولدي انا راه اخترقت لي الحجره، الراس ديالو ضربت الجمجمه ديالو، الشقفه ديالته راسو دخلت لي في المخ. كيفاش الدري غيقاوم؟ ما ضربوش ضربه رحمه ربي، ما ضربوش ضربه ديال الرحمه. رجع بيجا من حاجه، انا مريضه اصلا، هو اللي كان كيعاوني، هو اللي كان كيمشي يجيب لي الدو ديال السكر، هو اللي كيجيب لي من برد الجمعيه. قال لي امي اش خاصك؟ امال الوالده شنو خاصك؟ كيف كيدخل من الباب كيعيط الوالده، باقا ديك العيطه ديالو كل داب الفودني، باقا الداب فودني. اللي كنحس بيه الداخل ما نقدرش نعبر فيه، هو كنقول الله يرحمه الله ياخد الحق اللي في ضربه. صافي هادشي اللي عندي. اختو نهار اللي مات كتقولك ما تقولوش لي يوسف هو اللي مات، ما تقولوش يوسف، يلا خويا كان معانا. كيفاش تقول لي يوسف خويا مات؟ هو كان كيواسي باه، وكان كيخدم مع باه نهار الحد والسبت يمشي يقرا. شحال من حاجه كنا كنتمناو احنا في داك الدري، شحال من حاجه كنت نتمناها في ولدي. انا ولدي كنت كنتسناه هو يدفني، انا اللي دفنت ولدي. انا ولدي كنت كنتمناه هو اللي يدفني، انا صدق دافنا انا. بسم الله الرحمن الرحيم. الدري كان ضاع على واحد من خوتنا، كان ما مورش يمشي للتيران، هو اول مره غادي مشى للتيران، قاطع الورقه الاولى ديالو وعاود باعها، وعاود المره الثانيه شرا ورقه اخرى. مشى هذاك الدري راه ماشي شي واحد، الدري راه الله يعمرها دار، ماشي شي واحد زعما كاين دري لا ديسيبليني اخلاق مربي ولد الناس، ماشي شي واحد اللي داير. الدري راه ضاع علينا احنا، راه ضاع واحد من خوتنا، راه ماشي شي واحد اللي براني وداك الشيء. كنقولوا الدري اللي تشوفه كان دري ماشي شي دري شمكار ولا شي حاجه، كان دري داخل سوق راسو، كان هو اصلا كان مسكينه كيضحك، ديما كنتلاقى معاه كيضحك. هذيك المفاجاه اللي طرات لي في التيران، كان غادي مع الدراري في التيران مريح عادي، كيدير لا شغاب لا والو، غادي عادي مريح في كرسي، غادي شو مسكين فرحان بغى يمشي يشجع الراجا، غادي صافي تفاجئ بهذيك الصدمه اللي ضربته. صافي الدراري زود تو السبيطار، مشينا عند السبيطار كان مغيب اصلا، وفي السبيطار اصلا ما كانوش كاينش عندنا في السبيطار شي حاجه، مشي ما كاينينش زعماك مضروب كد مضروب في راسك، كي يقولك سير رايح شد نومشك، مشي يهزوك يشوفوك، كون اصلا كون زربوا عليه فهمتش، ما يقدر ما يطراش لذاك الشيء اللي طرا عليه دابا. الفتى الرجل كان خير معين لوالديه واخوته، فابوه رجل بسيط يقتات على بيع الملابس المستعمله، ويحتاج لعون يوسف ومساندته، وهو ما لم يبخل به عاشق الرجاء. كيعاوننا بزاف، كيهز معانا، كيحضي معانا، كيبيع معانا الحويجات في السوق، وهذه بحال هذا الشكل هذا.
على هادشي هذا كنبيعو هنا وياه كيدي معايا كالسوق تيعاوني وراك عارف كيتما وقت العطلة كيمشي معايا وكيقرا دابا راه في السينكيام ايوا شي غنقول لك هو هذا. بعد أن تسرب الخبر للإعلام لم يبادر أحد لتقديم العون والمساندة لذوي الفقيد أو حتى واجب العزاء على الأقل، فمن سيبالي بفتى صغير اغتاله حب النسور؟ الإجابة لا أحد، ولكن أهل الفقيد يبحثون عن المسؤول الذي أريد له أن يكون مجهول. وما كاين لحد الآن ما كاين حتى شي التفات لا من جمعية المحبين ولا من الناس ديال الرجاء. بغينا نعرفوا هاد الناس اللي كيمشيو كأدوا ثمن التذكرة للملعب وتكونوا ضحية، شكون المسؤول عليهم؟ فين هما الناس ديال الرجاء؟ فين جمعية المحبين؟ علاش الشباب كيضيعوا هكاك؟ وكنصح كل شاب ياخذ عبرة من يوسف المعطاوي، لأن توفى ضحية وما بغوش والديه تكون واحد الخسارة. كنصح كل أب كل أم يشد ولده عنده. أخلاق، الآداب، دراسته ومعاملته مع الناس الكبار مع الصغار، يعني ضاع سيدي مومن. وكنتمنى ما تحت فيا شي فرصة مع الصحف ولا هذا، كتبوا علينا الصحف على ولدنا اللي ضاع، ولكن ما قدناش. بغينا شي التفاتة من فريق الرجاء، المكتب ديال فريق الرجاء البيضاوي، التفاتة بسيطة جدا. يعني هاد الناس ضاع عليهم يوسف كيساوي سيدي مومن، والرجاء الى دعمات غير واحد، ما نقدرش نقول لكم شحال، غير واحد شي شوية، يعني كنحسوا كناس كمشجعين رجاويين كجمعويين كمجتمع هذا، يعني غنحسوا واحد 2% ولا 3% وغنحسبوا احنا 100%. الموت لا يميز بين صغير او كبير، واذا حانت ساعة الرحيل لا يقدم الاجل او يؤخر، ولكن آفة الشغب حرمت اما من فلذة كبدها، وابا من بكر مطيع، واختا واخا من سند وعون على مصائب الدهر. فإلى متى ستستمر آلة الموت والتخريب في تلويث الملاعب الوطنية؟ وأين يكمن دور جمعيات المحبين في التأطير والتوعية واستخدام مثل هذه الحالات في شرح النتائج المترتبة عن الشغب؟ عرفت المباراة ديال الديربي الأخيرة وفات واحد العضو من إلترا جرين بوز، هاد الحادث المؤلم فهمتي حز في النفس ديالنا، وقمنا بواحد الميساج في خلال مقابلة ديال أولمبيك ديال الدفاع الحسني الجديدي. وحنايا كنفهمش هادشي كيحز في النفس ديالنا، لاننا ما كتفقد شي واحد من الجمهور ديال الرجاء، بحال انك كتفتقد واحد الصديق، لان إلترا جرين بوز ولات بحال شي عائله كبيره. كنتمنوا يكون في اي ماتش يكونوا زعما الاخوان كلهم يكونوا معنا، باش ما تكونش فهمتي ما يبقاش بحال هادشي اللي وقع مؤخرا، لانه كما وقع في مصر وديك المباراه ديال بورسعيد، حنا كنحاولوا نتجنبوا كل ما اللي كيؤدي الى فهمتي كيؤدي على عمل الشغب اللي ولا اللي طورات ولا كتعرف واحد فهمتي واحد الصدى اللي بعيد على الرياضه، لان احنا جينا باش ننظموا ونعطيو واحد الجماليه للمدرجات من خلال الافكار ديالنا ومن خلال اللوحات اللي كنقدموها. هاد لي مينور ولا هاد القاصرين اللي كيدخلوا كيولجوا للميادين، راه هضرنا مرارا وتكرارا مع سواء المكتب المسير او السلطات الامنيه باش هادو ما خصهمش يدخلوا بتاتا. وسيرتو المشكل فين كيكمل، هاد الوليدات ما عندهمش ثمن تذكره في لي دوزيام ميطون، في الشوط الثاني كيفتحوا البيبان، دونك الدراري كيدخلوا الور ملي كيدخلوا راه سي نورمال كيكون اصطدامات. كاين اللي ما جايش باغي يتفرج، كاين اللي جاي باغي يسرق، كاين اللي باغي كذا، كاين اللي جاي دايخ ديال ديبار. دونك حنا المسؤوليه ديالنا فين كتكمل؟ المسؤوليه كنوعيو الدراري اللي هما محسوبين عندنا والمنخرطين ديالنا. قوانين صارمه، كاميرات للمراقبه، حملات للتوعيه، كلها إجراءات تبحث عن القضاء على ظاهرة الشغب، ولكنها تبقى عاجزة عن تحقيق أهدافها، فأين الخلل؟ اليوم لو تكلمنا على ضحايا مباريات كرة القدم، ويمكن تسميتهم بهذا الشكل، ضحايا مباريات كرة القدم، سواء لسوء تنظيم من قبل الفرق والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية، أو أيضا لمغالاة من بعض الجماهير في التشجيع وفي حب فريقها. شاهدنا في الفترة الأخيرة حالات وفيات في الملاعب الوطنية، خصوصا لما تكون هناك مباريات كبيرة في تشامبيونز ليغ أو في مباريات الديربي أو المباريات الكلاسيكية، مثلا الرجاء مع الجيش الملعب.
لك. هنا هناك نقاط يجب أن نفصلها. إلى أي حد مثلا يمكن أن نربط هذا الضحايا والوفيات والإصابات في صفوف الجماهير بالشغب، ولا أي حد أيضا يمكن أن نربطها بسوء التنظيم واللوجيستيك والبنية التحتية في الملاعب الوطنية. نقطة أولى عن الشغب،